خير. هل صحيح طيب ما أعز من الولد إلا ولد الولد؟ صح. أيوه يعني هي بالنسبة لها ملك. أيوه يعني أنا أوقات أقول طب ليه ما عملتيني زي ما هي تعمليها دحينة يعني؟ لا أحب مختلف تماماً أكيد، لأن الأشياء الصعبة خلص أنا أسويها، والأشياء اللذيذة والحلوة تكون عندها هي. الله يحفظ لك هذه العيلة الجميلة. آمين. بس مثل ما في عيلة جميلة هنا طبعاً، عندنا عيلة جميلة هنا طبعاً، عندنا ما شاء الله عندها دلة قهوة طبعاً وعبد العزيز وتوك. الله يحفظهم لك يا رب ان شاء الله، وبلغنا فيهم دائما ان شاء الله يا جحين يا رب العالمين. مين اكثر شبه فيك، اكثرهم شبها لك؟ عبد العزيز يعني بحكم انه يعني عبد العزيز هو الكبير اساسا يعني، والولد دائما اقرب الى الاب يعني من البنت في الطباع او في الخصال، مو في الحنيه لا في الطباع يعني. فعبد العزيز هو الأقرب من بينهم يعني. يعني ممكن نشوف لاعب مستقبل كذا؟ عبد العزيز ذبحت الكورة يعني بشكل مو طبيعي. ورث المشاعر ذي. إيه والله يعني ما يعني أنا الحين عرفت قديش أمي وأبوي كانوا تعبانين. حلف الكورة. كذا حلف كورة ينتقد وكذا ويقول أراء. عبد العزيز يعني شوفوا يعني أزيد على كلام سارة بالنسبة للأطفال. أنا اكتشفت إن إحنا وإحنا صغار كنا أغبياء. ليه؟ لأنه الأطفال الحين ما شاء الله هم صغار أذكياء. أذكياء يعني تحس يعني سابق عمره سابق سنه صدق والله. يعني ما شاء الله تبارك الله يعني تتفاجأ يعني مع عبد العزيز مثلاً. بس أغبياء مرة واحدة يا ياسر. يعني كنا بريئين. 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 حلوة بريئين. لا أغبياء لا تحلل. لا تطفي الموضوع.